اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من لايف اوف ميوزك. هذه الحلقه راح نتكلم فيها عن رابر انا شخصيا جدا اكرهه. طبعا سويت حلقه عن بيلي ايليش، فكثير من الناس جو انتقدوني، جوستاف وانت ليه ما تحب ايليش؟ بيلي ايليش تاجت راسك، بيلي ايليش هي النمبر 1 ذا بيست، ليه انت ما تتكلم عن الرابر زي ما تتكلم عن بيلي ايليش؟ ولا عشان هي تغني بوب؟ البوب اصلا حارق دمك. طبعا هذه التعليقات جاتني في الانستغرام وفي اليوتيوب، فقلت ليش ما اسوي حلقه برضو اتكلم فيها عن رابر جدا انا اكرهه، واتكلم برضو عن الاسباب زي الحلقه حقت بيلي ايليش. قبل ما نبدا حاجه لايك سبسكرايب نشر حقنا اصحابك، شوف انه محتوى يستاهل النشر. الحلقه هذه راح نتكلم فيها عن فنان كسر الدنيا في سنه 2018 و17 و19، اللي هو الرابر تايلور ذا كرييتور. بصراحه حتى اسمه غريب، والرابر هذا انا حاولت اديه فرصه. يعني قبل هذه الحلقه انا سمعت له البومين، سمعت البوم فلور بوي وسمعت برضو البوم إيغور. بصراحة الألبومين ممكن لقيت 3 تراكات أو 4 تراكات اللي تنسمع، اللي ممكن أسمعها مرة ثانية. باقي التراكات ما عجبتني، في بعض التراكات ما فهمتها أصلا إيش المغزى منها، وفي بعض التراكات ما عجبتني، جدا ما عجبتني. ما عجبتني من ناحية موسيقية، بعيد عن موضوع الليركس والمفهوم وهو قاصد مين، من ناحية البيتات ما عجبتني، طريقة الأداء حقته، الفلو، بعض المواضيع بكل صراحة ما عجبتني. يا أخي تايلور هو معروف إنه هو إنسان يعرف يكتب، كتاباته كويسة، وحتى لما أنت تسمع أغاني الجديدة تحس إنه هو عنده هرجة، بس أنت ما تعرف إيش هي هذه الهرجة، فهذه هي المشكلة، فاهم؟ إنه أنت قاعد تسمع عمل، طيب العمل هذا مستهدف مين؟ هو موجه لمين العمل ده؟ انت ما تعرف بكل صراحه. في بعض الناس بيحاولوا يفسروا التراكات حقته في اليوتيوب وينتقدوه، في بعض الناس بيحبوه اللي هو فاز مره كثير، لكن انا شخصيا بكل صراحه سمعت الالبومين حقته الاخيره، سمعت كثير من التراكات حقته السنجل او الفيتات اللي يسويها، ما يعجبني طريقه غناه، ما تعجبني، احس انسان مره مستفز بعيد عن الشخصيه. وكثير من الناس بيجي يقولوا لي لا جوستافو انتقد بس الميوزك، مالك بالشخصيه، مع انه الشخصية بتلعب دور مرة كبير بالميوزك، كان من ناحية فيديو كليب او كان من ناحية المواضيع او كان من ناحية حتى الحضور. فالصراحة تايلور ما يعجبني من ناحية شخصية جدا، لا في ملابسه، لا في طريقة كلامه، لا في طريقة حركاته، جدا ما يعجبني، احسه استفزني. ما ادري هل هو قاصد انه هو يستفز الناس، هل هو اخذ الموضوع بقاعده انه انا راح اسوي شيء استفزازي فالناس راح يثير اهتمامها، فالناس راح تحبني او راح تتابعني او راح تجيب لي فلوس عشان انا قاعد اثير فضولهم. ممكن هو ماشي بهذه القاعده، لكن هو مره استفزني، جدا استفزني. So you just gonna bring me a birthday gift on my birthday to my birthday party on my birthday with a birthday gift. Happy birthday. يعني بكل صراحة إيش هذه الملابس؟ إيش هذه الملابس؟ يعني بعض الناس جو قالوا لي كيف تنتقد بيلي آيليش على ملابسها؟ بيلي آيليش حرة، الإنسان المستقل النسوية. أوكي دحين راح ننتقد الرجال برضو، إيش هذه الملابس؟ وبعيد عن الناس اللي قاعدين يقولوا لي إنه أصلاً تايلور من أصحاب العلم الملون. طبعا احنا ما راح نتكلم عن ايش هو العلم الملون، لانه اليوتيوب يدعم العلم الملون، فالعلم الملون انت تعرفه وانا اعرفه وكلنا نعرفه بدون ذكر اسماء، بس احس انه هو بياخذ الموضوع كطقطقه، انه انا راح اطقطق عليكم بس ما راح اجيكم بشكل مباشر، لا انا راح اطقطق على موضوع معين بطريقه انه انا اسير منكم. يا رب انكم فاهمين هذه فلسفه كده، انه مثلا انتم حراميه، انا بنتقدكم بس انا خايف انه انتم تضروني، فانا راح اصير حرامي زيكم وراح اطلع للاعلام وراح اشوه سمعتكم. ما ادري هل ممكن هو بيستخدم هذه القاعده، اللي هو بيستخدم هذه القاعده او هذه الفكره، فهو انسان مره ذكي، لكن انا ما اعتقد انه هو وصل لهذه المرحله من الذكاء. احس انه هو بيحاول يسوي اتنشن عشان يثير الاهتمام. في بعض الناس قالوا لي لا جوستافو انت ما تعرف تايلور، تايلور اغانيه القديمه كانت مره قويه. اوكي
رجعت قبل 5 سنين تقريبا لما كان هو رابر صاعد يعني مرة وكان كده بيحاول يطلع. بصراحة كان أفضل من حاليا من ناحية النبرة، من ناحية المواضيع، من ناحية أنه كان مرة صريح وكان قاعد يتكلم في مواضيع جريئة مرة. فحس أنه أول كان أفضل لكن برضو ما كان ممتاز، يعني ما كان ذاك الإنسان الأسطوري اللي قاعدين الناس قاعدين يطبلوه بكل صراحة. فأنا برضو نزلت صورته في الإنستغرام وقلت لي جمهوري في الإنستغرام، وإذا ما أنتم متابعين في الإنستغرام برضو متابعين في الإنستغرام، إيش رأيكم بتايلور؟ أعطوني رأيكم وخلينا أقرأ لكم بعض التعليقات اللي جاتني. أول كومنت كان مرة غريب، واحد كتب لي يشبه لك، استغفر الله استغفر. هذا جيستن بيبر فرع جدة من التوب 5 في الجيل الجديد لكن متهور. يا أخي هذا الشيء الغريب، إنه كل ما أدخل مجلة، كل ما أشوف قناة، كل ما أشوف أي واحد يتكلم عن الجيل الجديد بيحط تايلور من أفضل توب 10 أو من أفضل 20. فهل هم ناس ما يفهموا ميوزك أو أنا اللي ما أفهم، أو هم شايفين شيء في هذا الراور أنا مني شايفه؟ فللناس اللي تحب تايلور اكتبوا لي تحت الكومنتات إيش الشيء الإيجابي فيه وليش أنتوا بتحبوه، لأنه ممكن أنا قاعد أطالعه بنظرة استنقاص أو نظرة تحجيرية بكل صراحة، فممكن أغير نظرتي. اكتبوا لي تحت الكومنتات إيش يعجبكم في تايلور بكل صراحة. متحول هذا شكله يضحك، أخذ الجرامي وسحب. أوكي، أخذ الجرامي في سنة 2019 على ألبوم إيغور. بصراحة الألبوم ما يستاهل، المرشحين كانوا يستاهل هم الجرامي بكل صراحة. تراش، خرا، جيد الصراحة، شخصيته تعجبني. سبحان الله يا أخي، في ناس يحبوا شخصيته وفي ناس يحب الميوزك حقته، ما تلاقيهم يتفقوا، ما أدري إيش المشكلة. تعجبني أغنيته مع أسبروكي، صراحة أغنيته مع أسبروكي كويسة. دحين واحد يجيني يقول لي يا أخي جوستاف لا تقول له أسبروكي، اسمه إسبروكي. أنا أشل القمر الأحمق ينظر إلى أصبعي، يا الله. يا أخي هو ما تدري إيش تصنفه، رابر ولا بوب ولا آر إن بي ولا جاز. أحس هو عايش في حقبة الثمانينات التسعينات أو بداية التسعينات، من ناحية الملابس، من ناحية الستايل، ستايل الأغاني، من ناحية حتى طرحه بالأغاني، أو من ناحية كتابته، من ناحية الحن يسويها. هل هو بيحاول يوصلنا أو يحاول يسحبنا للماضي؟ بس هو ما يعتبر ماضي لأنه يعتبر أشياء عشناها قريب، يعني الماضي القريب. أحس ممكن هذه الفكرة حقته، بقول الصراحة قاعد يحاول أفهم إيش هو قاعد يسوي بس ماني قادر أفهم. مع أنه أنا قابلت ناس كتير يحب الراب، ما عمر واحد قال لي أنا أحب تايلور، فعليا ما عمر أحد قاعد يحب تايلور. يعني أنا لما أقول له تعرف تايلور يقول لي تايلور سويفت، يعني ما أصلا ما بيجي في بالهم، فاهم؟ فأنا ما أدري الصراحة مين يحب هذا الإنسان، لكن قلت خلينا نسوي ردة فعل بسيطة خفيفة زي ما سوينا في حلقة بيل آيليش ونعطيكم رأيي يعني بكل مصداقية. طبعا حاليا أنا دخلت على صفحته في اليوتيوب بكل صراحة وبشوف أكثر الأعمال مشهورة عنده اللي أترشحت للجوائز، حققت جوائز وكانت لها صدى مرة كبير. بنسوي قدامكم رياكشن بسيط، طبعا ما راح أحط التراك كامل لأنه لا يعطونا كوبرايت ويقفلون قناتنا. خلينا نسمع التراك ونقيم. والله أنا فاهم شو بيسوي، فاهم؟ بس يا اخي مو ظابط، يا اخي يا اخي مو ظابط، يا اخي يا اخي ما احس انه في كوميديا، ما احس انه اوكي انت وصلت الفكره اللي انت كنت بتوصلها. يعني انا ما ادري ليش، هل في ناس بتعيد هذا التراك كثير؟ شوف ما شاء الله في 43,000 واحد مسوي ديسلايك، اوكي انا بسوي معاهم ديسلايك، بس في تقريبا 2 مليون شخص مسوي لايك، فاكيد التراك انه عاجبهم. التراك حقه مع سبروكي هذا انا سمعته، والتراك ده عاجبني الصراحة. وفي تراك تاني برضو كان كويس له هنا. زي ما قلت لكم هذا التراك انا سامعه قبل، والتراك ده كويس بكل صراحة. تراكه هذا اللي مع سبروكي برضو هذا اعتقد هذا من افضل التراكات اللي انا سمعتها لتايلور. طريقة الليركس مرة حلوة والفلو مرة حلو بصراحة، على التراك يعني بالنسبة لي افضل تراك يعني له. الفيديو كمان صراحة مرة كويس. الشيء اللي ما تعرفوه انه تايلور نفسه هو اعتقد انه هو دايركتر كده حق الاشياء البصرية ودي كده الاشياء الجرافيكس والمونتاج، فاعتقد انه هذا الشيء اخذ عليه جوائز هو مرة كثير عليه. ممكن انا شفت هذا الشيء اكثر من مرة لاني مهتم بموضوع التصوير وزي كده، فاحس انه هو عنده افكار في الفيديو كليبات، عنده افكار غريبة. ممكن هذا الشيء الايجابي الوحيد بالنسبة لي يعني. اوكي انا صح اني اكرهه بس بكل مصداقية، يعني انا اكرهه شخصيا اكتر من الميوزك حقته. يعني الميوزك حقته بكل صراحة هي سيئة بالنسبة لي،
بس حتى لو قلنا نرفع لها هي جيد جدا، ما هي ممتاز او اسطوري او يحقق جوائز جرامي ام تي في افضل رابر صاعد. ليش ليش فعليا ليش؟ وهذه حلقتنا، كنا قاعدين نتكلم عن تايلر. فاكتب لي تحت في الكومنتات اذا انت كنت تحبه او تكرهه. لايك سبسكرايب اشتر حاجه لاصحابك، سمينه محتوى سهل النشر. بيس اوت.